السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم غادي نتلاقينا باش نشوفوا الاعمال اللي درت في الوقت الحجر الصحي. كاملين راحنا كنا مشدود علينا، ولكن كنا كنديروا شي حوايج اللي كيبغيو يخدموا هاد الاعمال اليدويه. المهم هاد المجموعه ديال الاعمال غادي تلقاو الرابط ديالها، غتلقاو في صندوق الوصف الرابط ديال القنوات منين خدمتهم، منين خديت انا هاد لي فيديو. هذا نابخون توليب، سميتو توليب، ديك الوردة توليب. هذه مساكة ديال البراد، وهذيك ديال تحت البراد، ودي الصينية، قشات الصينية. هذه أخت مغربية اللي دايراهم وعجبوني ودرتهم، وإن شاء الله نخلي لكم الرابط انتما إلا عجبوكم ديروهم. من بعد غادي نشوفو غشاوات ديال المخاد. هذه غشات مخدة زوينة، عجبتني لأن ديك الوردة اللي كاينة في الوسط سميتها فلوغ افريكان، ورده افريقيه، ورده افريقيه، وشتي حتى الالوان، الوان افريقيه، اذا مثيره وداكشي. المهم انا عجبتني ودرتها، وغادي كي قلت لكم غادي تلقاو المعلومات كامله عليها. شتي انايا درت دايره هي داك الكويرات يمكن هذا، وانا زدت حتى درتهم سدادات في الجناب، درت لهم عوينات وسدادات المخده من تما، يا تقدر تبقى تحلها بلا ما دير صدايف، لان ديجا هي مزوقه بزاف. وهذه حتى هي غشاء مخدة، بيي دو بول، رجل دجاجة بالاسود والابيض، عجبتني. ولكن هذه مخدومة من جوج الوجوه، هي والاولى جوج الوجوه، وكتجمعهم بالكروشي. انا درت في الحقيقة هذيك الحاشية في داك اللون، ولكن يمكن غادي نحلها ونعاودها بالاسود. حتى هي صدافات هما درتهم بنفس الطريقة، لان كيجيو رطبين ملي كدير صدافات ديال الميكا ولا شي حاجه كتحس بيهم هكا كرطبين، ما غتحشو المخده غادي تسد. كدير داك الكويره وكدير لها نتا عين بالكروشي، كتجي مزيانه. هذه مخدومه بموزايك كروشي، الا كتعرفوا موزايك كروشي هي اللي كتخدم بالالوان، ولكن كل سطر كتقطع الخيط، كل سطر كتقطع الخيط. هاد اليوتيوبرز باش دارتها دائريه، هانتوما كتشوفوا ما كايناش الخياطه وما كاينش الخيط مقطوع، ما كاينينش الخيوط مقطوعين. زوينه، شكل زوين وعجبتني. هذه اخت يمكن يوتيوبرز ماليزيه اللي كتصاوب اشياء رائعه، وهذه الورده انا عجبتني، هي دايره غير ورده، انا زدت هذوك الجناب باش نديرها مخده. هذا نابخون كتصاوبو واحد الامريكيه سميتها ميكسد كاندي. دابا نخلي هذا كاشكول وطاقيه اللي صوبتهم الزوج ديالي، لان كان الحال بارد، سورتو حنا ساكنين في العربيه دابا راه بارد الحال. هذه الا صوبتيها بالكوردون رقيق ولا بخيط رقيق كتصلح بلاطو، كتجي في غطا ديال بلاطو ديال صينيه. اما الا درتيها بخيط غليظ كتصوبيها، كتصدق كتصوبيها بحال دي سون دولي زربيه اللي كتصلح للناموسيه. هادو شي حاجه اللي كنحماق عليها، هادوك الزربيات اللي كتصلح اما زربيه، اما ديريها فوق ان فوتوي، ولا ديريها فوق طبله بحال الناب، مي فريمون زوينين. وانا كنصوبهم بداك الخيط المكرامي، القطن انا كنلقاه في درب عمر في الدار البيضاء، كنشريه بالكيلو، زوين شي حاجه رائعه. وهذه يمكن مصوبها هذيك الامريكيه، كندخل عندها هي وكنتبع معاها، شي حاجه رائعين رائعين زوينين بزاف. سميتها ميكسد القناه ديالها سميتها ماكسد كاندي، كما قلت لكم غتلقاوها في الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله لتحت. هذه درتها بهذا اللون الزيتي، نتمنى تكون عجبكم كيف ما راه كتعجبني. وكاينه وحده اخرى غادي نشوفوها، هادي بالبيج. انا سي كتصوبي على حسب الالوان اللي عندك في الدار. هادي سميتها مصوبه بالاناناس، راه كنت تشوف الكعب كروشي راه ديك الاناناس في الوسط، شي حاجه رائعه زوينه. هادي خديتها من عند واحد الامريكي سميتو جيغو، ولكن كاينه واحد المصريه دايره نفسها. دابا نخلي لكم الرابط ديالهم بجوج باش اللي بغى يشوفها بالعربيه، واللي كيعرف الانجلي يشوفها بالانجلي اللي بغيت. المهم
هذه زوينه عاوتاني، شي حاجه اكسترا اوردينير اللي كتقدر ديرها زربيه غير ديكوراتيف حدا دي فوتوي، ولا عندك شي ال شي دوره ال كتنزل وكتكون اللون كيتواتى كتصابها في اللون اللي كيواتي، شي حاجه رائعه. وهذاك الخيط صحيح، وشتي باش كنطلقو انا هو شي شويه كتكون مجموعه، ولكن كندير داك اللي بالبخار، راكاين واحد الحدادات ولاو كيتباعوا بالبخار كيطلقها وكتجي زوينه، كتجي من داك الشيء. المهم انا كنحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوها شحال زوينه. راك عارفين اللي راه داخل كيطفي يشوف هذا الشيء راه كيموت على الكروشي بحالي، دونك راه شويه حقين. المهم فوالا انايا دايرها فوق الطبله، شتي كتقدر ديرها حتى اون ناب على الطبله. بوغ لو مومون انا دايرها تمايا. هذه تاني نصاوبها اوفال، كتقدري ديريها حدا ناموسيه تصاوبي جوج بحال لي ديسون دولي، ولا ديريها في الحمام، ولا المهم زريبيات كيجيو واعرين. هذه كانت اول تجربه يمكن ديالي في هذا الزرابي، زوينين. المهم كي قلت بلا ما نبقى نعاودها، الروابط غير راهم كاينين غادي نلقاوهم لتحت صندوق الوصف باش اللي عجباتو شي حاجه يدير بحالها ان شاء الله. المهم حنايا كنشغلو يدينا، ما كيبقاش الوقت خاوي، وكدير شي حاجه دارك كتعجبك، لان داكشي المهم. انا في داك الوقت ديال الكونفينمون بنتي كان عندها الباك وهذا داكشي، علاش ما بقيتش كننزل لي فيديو في هذا، وانا بقيت كنصوب شي حوايج لداري اللي كانوا انا عاجبيني وبغيت نديرهم من عند الاخوات. يوتيوب شي حاجه غنيه. هذا نابخون بحال شكل الورقه كيجي زوين بزاف. هذه صوبت واحد الغطاء كاشه، المهم مانطا ولا كاشه ولا المهم، غير من داك الصوفات اللي كانوا عندي مجموعين جمعتهم وحاولت نلاصق الالوان وجات زوينه. المهم داك الالوان افريقيه، المهم شي حاجه زوينه ان شاء الله تكون عجبتكم حتى نتوما. هذه شكل بسيط ماشي شي حاجه صعيبه، ما هذاك هذاك راه لو بوين راني كنحاول نقرب باش يبان لكم لو بوين. انا صافي غير داك لو بوين تكوني تعرفيه، داك لي لو بوين الغرزه التونسيه، الغرزه التونسيه كتصاوبي بها كتصاوبي مربع وانت ماشيه وانت كتكبري، هو المحد كنت ماشيه معاه هو كيكبر. انا ما زوقت ما والو حيت انا غير الصوفه كي كيكون عندك باقي شويه لكن بزاف. هذه اخر ما راني خدامه فيه، هذا سميتو غرزه البافاريه ولا المهم لو بوين بافاريان، دونك انايا درتها كوفغلي. انا قلت لكم درتها كوفغلي ولكن راني مازال ما كملتوش، لان انا بغيت نديرو فيه جوج متر على جوج متر، وراني كنخدمو بالكوردون. الكوردون داك الكوردون الرقيق اللي عندنا في المغرب، ودايراه على جوج باش يجي شويه واقف شاد راسو. المهم نتمنى هذا الفيديو ديالي يكون عجبكم، وتنتوما يا تحمسوا وتخدموا شي حاجه، والى الملتقى ان شاء الله.